نعرف أننا نمر بظروف اقتصادية عصيبة تتخللها الحروب والأزمات والتضخم. من أين ستتأتى تلك الأموال اللازمة للاستثمار؟ في الأوقات العصيبة علينا أن نرجع إلى الموارد وأن نستخدمها بشكل أكثر فعالية. وفي خضم آثار التغير المناخي علينا أن نعطي المسؤولية بين الموازنة بين الموارد وتحمل المسؤوليات. فكلما عملنا مع مشاكل عالمية فإن الأمر إن تناولناه من منظور وطني سيكلف أكثر. علينا إذن نتناول هذا التحدي بشكل جماعي. إذن هناك دور أساسي بالأخص البلدان المتقدمة. بالرغم من عقبات الضريبية، الاستثمار يمكن توفير التمويل له باعتبار أن هذا سيكون له مداخيل إيجابية. بالنسبة للبلدان النامية والتي يعاني كثير منها من مديونية مثقلة الكاهل، نحتاج إلى تمكين البنوك المتعددة الأطراف التمويلية بأن تزيد من نسب التمويل الميسر للقروض على حساب القروض القاسية. علينا، وهناك مبادرة ستطلق هذا العام، فالإقراض من قبل البنوك الدولية ينبغي أن تزداد بثلاثة أضعاف، وأن يرفق ذلك بمزيد من رؤوس الأموال وابتكارات في طريقة استخدام الموازنات. وهذا ما فصل في تقرير لمجموعة العشرين. الإقراض ينبغي أن يكون مدعوما حتى يكون المقرضون مكافئين من خلال توليد الخدمات والسلع العمومية ودعم التكيف بالنسبة للبلدان المستضعفة، حيث أن نسبة الخسارة والضرر عالية فيها. مثل هذه الأساليب في الإقراض ستسرع من الثورة التصنيعية الخضراء من خلال استخدام القنوات الاستثمارية الآمنة للعالم. وبطبيعة الحال القطاع الخاص دور يقوم به. للحكومات أن تحذف المخاطر من خلال وضع الضمانات وتيسيرها، وبنوك التنمية يمكن أن تشكل الأطر من أجل حشد الإقراض وخفض المخاطر للمشاريع الإيجابية. وأيضا يمكن أن تستخدم دورها وتعول عليه من أجل الخروج خارج الأطر التقليدية من أجل بلوغ تقدم على الحجم الذي نريد وبالوتيرة التي نريد. وأنا أثني على جهد مصر لفائدة إفريقيا. إفريقيا هي مسؤولة ب1% من انبعاثات الغازات الدفيئة، ولكنها الأكثر تضررا لأثار التغير المناخي. هذا ليس سليما. وفي الآن نفسه الكثير من البلدان الأفريقية غنية بأشعة الشمس وبالرياح والأنهار والغابات. مع دعم ومع تمويل بإمكانهم أن يحدثوا نقلة نوعية وقفزة نحو الاقتصاد التصنيعي الأخضر.